أفادت وزارة الصحة بأنه فور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا كوفيد-19 لمواطن بحريني قادم من إيران عن طريق دبي، تم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوما. أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 من فبراير 2020 قادما من إيران عن طريق دبي، ولم يتم رصد أي أعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولي، وأن الأعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التي كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحة بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد-19 يعمل سائقا لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في سترة، ومدرسة سترة الإعدادية للبنات، وروضة القمر في سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، ومشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازيا. هذا وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19 والمتمثلة بارتفاع في درجة الحرارة والسعال وصعوبة في التنفس أو في حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال برقم 444 واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.